ممثلة بأكثر من وجه، قدمت أكثر من عمل هذا العام، وكانت مبدعة في التنوع. هي جوكر رمضان. روجينا اختاروا الجايزة يدوها لها على ايه ولا على ايه ولا على ايه؟ تلات اعمال ابدعت في التلاتة. كانت جوكر الدراما السنة دي، كل عمل احلى من التاني وكل عمل مختلف عن التاني. حالة عيش بين السرايات وبعد البداية وروجينا وتألق وتميز وإبداع وحالة فن السنة دي. يا حبيبتي يا بوسي ربنا يخليك. ألف مبروك. الله يبارك كل ده من طشة. بتاكلي الملوخية وتبدعي في الأعمال ولا إيه يا روجينا؟ يعني شايفة الإبداع السنة دي إزاي؟ ويمكن أنت السنة اللي فاتت أخدتي برضو في نفس المهرجان جايزة، كان عن عمل من أعمالك السنة اللي فاتت، ولكن السنة دي عن الثلاث أعمال. أنا لما كلموني قالوا لي إن أنا واخدة جايزة السنة دي كنت مبسوطة جدا وسعيدة، لأن أنا السنة اللي فاتت كنت لما جيت حضرت المهرجان واتكرمت على كلام على ورق كنت متفائلة جدا جدا بالمهرجان، وكنت سعيدة إن أنا السنة دي كمان بتكرم. بس أنا مبسوطة إن السنة دي عندي ثلاث حاجات أنا سعيدة بيهم، ثلاث مسلسلات مهمين بالنسبة لي، ثلاث أدوار مهمين، ثلاث مخرجين أنا سعيدة إن أنا اشتغلت معاهم. ببارك لكل زمايلي اللي في الثلاث أعمال وبقول لهم ألف مبروك ويا رب كل سنة كده نجاح. الثلاث أعمال بيبقوا إرهاق كبير على الممثل وأحيانا بيكونوا ضده، لكن أنت السنة دي الثلاثة كانوا لصالحك. أولا عملوا لك تنوع، في يمكن تغيير لمشوارك من نوعية أعمال كانوا بيحطوك فيها، كمان مدينك طاقة إيجابية أن أنت بتفكري في اللي جاي، عايزة يبقى عندك حماس أكتر لنجاح أكتر. يعني ده حقيقي يا بوسي، يعني أنا الثلاث مسلسلات دول كنت بقول ده اختبار لنفسي. انا زمان ايام المعهد وكده كنت بعمل ثلاث مسلسلات او مسلسلين في سنه واحده، انما السنه دي كان بالنسبه لي انا هقدر ولا لا، وهقدر اكون مختلفه ولا لا، وهقدر اختار كويس ولا لا. الحقيقه وعمري ما فكرت اني مسلسل هينجح اكتر من التاني. التلاتة كان استقبال الناس ليهم حلو قوي قوي. التلاتة انا عملت فيهم مجهود بالنسبه لي كان شاق جدا، بس كنت سعيده بده، وفعلا زي ما انت بتقولي كده مديني طاقه ايجابيه ان انا عايزه اعمل السنه الجايه حاجه كويسه عشان اكون عند حسن ظن الناس وانا كمان ابقى مبسوطه. اكيد يعني لو احنا هم احتاروا يدوها لك عن ايه، لو انت بقى هتدي الجايزه لحاجه من التلاته هتديها لايه؟ مين الشخصيه اللي ارهقتك اكتر واحده؟ والله الثلاثه يا بوسي، ثلاثه. لكن في واحده بيبقى ضغط فني عليكي اكتر. هو يمكن مسلسل بعد البدايه لانه كان مختلف تماما، يعني جو كان مختلف، شخصيه كانت مختلفه وصعبه عليا، انا كنت مشدوده فيها قوي وكان نفسي ان طارق ينجح ويكسر الدنيا، فده كان بالنسبه لي نجاح ونجاحي والله العظيم. شايفه نجاح طارق نجاح لجيل طبعا انتوا فيه طبعاً. يعني احمد وفيق سعيد بنجاح طارق، انت سعيده بنجاح طارق. الناس. هل انت شايفه ان ده هيفتح لكم طريق ان انتوا لما بتبدعوا ما بتكونوش انتوا اساس العمل ولكن تبدعوا في شخصيات، ده بينقلكم للاساسيات؟ بصي يا بوسي، انا اول ما روحت وكلموني على مسلسل بعد البدايه كنت سعيده لطارق جدا جدا جدا، واكتر واحده كنت متفائله، كنت متفائله اكتر من طارق، وكنت متاكده ان ربنا هيكرمه جدا. ولكن لما اتعرض المسلسل وطارق نجح ده كان تفاؤل لجيل كامل، يعني كان زمايلنا كتير يكلموني بيباركولي لطارق والنجاح وبعدين يباركولي على المسلسل، لانه عارفه انت لما تحسي ان انت طالما انت ممثله كويسه، ممثله كويسه، مش دور، لا انا هفضل احارب احارب احارب
لغايه ما اعمل حاجه كويسه ولغايه ما ربنا يكرمني. وطارق السنه دي فعلا ربنا اكرمه الحمد لله. وان شاء الله السنه الجايه يا رب نحجز لك الكرسي يا رب بمسلسل بقى خاص وجايزه احسن ممثله يا رب لعمل واحد ان شاء انت الله. انت عارفه انت وشك حلو عليا ان شاء الله. ويعني انا بتمنى لك كل الحب وكل النجاح. وكان نفسي ان دكتور اشرف يكون موجود وبنبارك له على المنصب الجديد اللي ان شاء الله يكون قده ويكون قد المسؤوليه. الله يبارك فيك يا بوس. انا بشكرك جدا. شكرا لي. الله يبارك فيكي. مبروك عليك التكريم. ميرسي. الله يبارك فيك. انت فاهم الناس اللي هتروح تحتفل معاهم دول وهيقفوا وهيسقفوا لك؟ لو مت هيفتكروك. مش مهم اي حاجه تحصل بعد ما اموت، مش مهم. المهم طول ما انا عايش يفضلوا يسقفوا لي. العالمية بدأت معاه منذ أن وقف أمام كاميرا شاهين، حقق نجاحات كبيرة حتى وصل إلى مملكة الجنة أو مملكة الفن. جائزة الجمهور المبدع خالد النبوي. لما كنت معاه في كان ومشينا على الريد كاربت وشفت فيلم عالمي بجد، مشاركة عالمية بجد، نجم مصري بيشارك بالعالمية بموضوع مهم وفيلم مهم واستقبال مهم ونجوم عالمية مهمة، كنت فخورة بالفن المصري، فخورة بالفنانين المصريين، فخورة بخالد النبوي اللي يعني صنع شيء جميل للفنان المصري في ريد كاربت ومهرجان ومسابقة رسمية زي مهرجان كان. وطبعا المفاجآت بقى الكتير والعروض العالمية الكتيرة اللي انت بتقدمها. ولكن دايما بيقولوا ان النجاح العالمي لازم يكون نجاح مصر وبلده بيكون هو اللي راسخ أكتر. فالعمل الدرامي الجميل اللي قدمته على قنواتنا وكان حصري على قنوات النهار وحقق أعلى نسبة مشاهدة وجائزة الجمهور النهاردة واستفتاء الجمهور ليك، أنا بعتقد إنها أهم بكتير من كل الحاجات العالمية اللي اتكلمنا عنها في الأول. هو حتى بوسي أهم حاجة في أي حتة بتحصل لي إنه يقولوا الممثل المصري، المواطن المصري. الممثل المصري أهم، يعني أول مواطن مصري زي ما أنت عايز. ده فيلم من أفلامك. صحيح. في الأول أنا أنت قلت الحاجة المهمة اللي هي جائزة الجمهور، هي أهم حاجة. أنا يعني بشكر الجمهور على هذه الجائزة اعترافا بفضله وإنه هو السبب إن أنا موجود في المكان ده، وهو السبب إن أنا بشتغل في مهنتي اللي بحبها لحد النهاردة، هو الجمهور ده. الحاجة التانية أنا يعني حقيقي بعتبر نفسي إن الجائزة دي أنا بس جاي استلمها نيابة عن فريق كامل هو السبب في إنه نديم فخري يطلع كده شخصية. أولهم العمال، العمال في كل الأقسام، إدارة الإنتاج والمنتجين أستاذ عاطف كامل والأستاذ زكي عبد الحميد، فريق التمثيل اللي هو سبب إن أنا أظهر كده من أول هيفاء وهبي إلى أصغر دور، الأستاذ مؤلف أيمن سلام، أستاذ المخرج محمد علي، أستاذ مدير التصوير نزار شاكر، كل الناس، ولو نسيت حد يعني أرجو ما يزعلوش مني، لكن
هم السبب في ان انا اطلع كويس. اكيد العمل لما بيبقى كل العناصر جيدة بيخلي الممثل بيمثل بارتياح، خلاص مش عينه على الاخراج وعينه على الانتاج وعينه على الحاجات دي، لا مركز في شغله، فبيديك براح ان انت تبدع، وده اللي انت عملته، ان كان كل الطقم اللي حواليك مريح، ففي النهاية ابدعت بدور لفت النظر، دور جديد مختلف، دور وصلك للجوائز المصرية والعربية. يمكن ممكن الناس تكون قلقانة في الأول، إن أو أنت ما كنتش قلقان في الأول إن هيفا وهبة وممكن الناس تروح للبسها ومكياجها وحركاتها ونجمة الأنوثة وينسوا أداء خالد والتعب اللي تعبه، يعني كل اللي عملته هيفا ما قدرتش إنها تبعد المشاهد عن. لا ما هو أداء المشاهد بيحب الأنوثة وبيحب الرجولة كمان. أكيد يعني ولكن جاذبية هيفا ممكن تنسي المشاهد القيمة ممكن، أو التمثيل أو الأداء، إن واحد قاعد مشغول بالحلقان والمكياج والعينين واللبس والحاجات دي كلها بتزغلل، فده بيقلق الممثل. شوفي أنا هتكلم عن حاجة تانية أنت اتكلمت عليها، هي حكاية الإبداع. عايز أقولك وأنا بشتغل ما ببقاش عارف إن أنا بأبدع على الإطلاق. أنت بتجتهد. ولا عارف إن أنا هوصل لحالة إبداعية. يعني الواحد لو وصل لثلاث أربع ثواني فعلا ما يبقاش نفسه ويبقى الشخصية بنسبة مثلا يعني 98%، ده يبقى يعني حاجة عظيمة جدا لو حصلت في كل دور. كمان وإحنا شغالين أنت مش ضامنة يحصل إيه، مش ضامنة، لأنه دي عاملة زي الطبخة كده، الشغلة بتصوري مشاهد وبعدين تتحط مع بعضها وبعدين يركب عليها مزيكا وبعدين تتقص منها حاجات وبعدين الألوان تحصل فيها إيه وبعدين شو، يعني حاجة أبعد من الممثل بكتير. ممثل الجزء بتاعه قد كده قد كده، هو صحيح بيظهر كده بس الجزء بتاعه ثم إنه شخصية زي نديم فخري ما بتجيش كل يوم. أكيد شخصية صعبة جدا، و يعني بيبقى بقى الحمد لله إنه تيجي شخصية صعبة والواحد يحضر لها كويس وبعدين ربنا يوفق، ويعني يبقى الواحد يقعد يقول يا رب إنه يعني. وكمان البداية تقال مسلسل لهيفا وهبة، وكانت النهاية إنه أصبح لخالد النبوي، والجايزة راحت لخالد النبوي، والآراء كلها والصحافة والنقاد والجمهور كان أداء خالد النبوي هو اللي جذب. بصي أنا رأيي بسبب إنه كلنا اشتغلنا مع بعض بشكل يعني بشكل جاد، بشكل حقيقة. حماسي بشكل حب للعمل نفسه. ممكن تاخد التجربة دي تاني؟ بصي أنا أخد التجربة مع كل زملائي والزميلات طبعا قبل الزملاء، وما عنديش أي خطوط حمراء أبدا، يعني حتى ما عملت مع السقة كان من أروع أدوارك، خدت عليه جوائز ولفت نظر الناس برضو. بالعكس احنا بالعكس لما بنشتغل مع بعض بيبقى احلى، الحماس احلى، بيبقى احلى. لا وجودنا مع بعض احلى، او على الاقل نتقابل، ما احنا ما بنتقابلش كتير. اكيد اكيد. الخطوه اللي جايه فين؟ هقول لك اول واحده، اوعدك هكون معاك على الريد كاربت اول واحده، مش هتقولي ان شاء الله هنكون سوا ان شاء الله. ان شاء الله. يعني بص انا عندي الاوسكار كده حابه اروحه، ده اللي فاضل لي، اتمنى انه يكون حاجه للاوسكار ان شاء الله. يعني المهم نعمل حاجه كويسه ان شاء الله. انت متربع على مملكه الجنه او مملكه الفن، وبتمنى لك كل التوفيق والنجاح. جايزه الجمهور جايزه مهمه، اعتقد هي اللي وصلتك للعالمية وهي اللي خدتك للأعمال العالمية. حب الجمهور ده بتاع ربنا بقى، مفيش تدخل بلا شك. الجمهور المصري والعربي له الفضل عليا بالتأكيد اني اوصل لحد النقطة اللي انا فيها دي، وهو اللي له كل الشكر والعرفان بعد ربنا سبحانه وتعالى. وانا افتكرت بس دلوقتي اقولك انه كمان أنا بشكر قناة النهار والأستاذ علاء الكحكي صاحب القناة، لأنه
وفروا للمسلسل انسب الوقت التوقيت والدعايه المناسبه جدا علشان المسلسل ده الناس يتشاف كويس تشوفه كويس وحقق اعلى نسبه مشاهده. الحقيقه كانوا سبب رئيسي لانه زي ما بقول لك قناه الدراما واخده كمان احسن قناه دلوقتي على مستوى العالم. لا انا بتكلم عن النهار عموما بيكو. انا بتكلم عن النهار عموما والنهار عموما واخده كمان جايزه. عايز اقول لك انه مريم محقق النهارده وصل لحوالي 13 مليون مشاهده على اليوتيوب. الف مبروك. الله يبارك. اللي يمس شعره من بنتي هاكله بسناني ان شاء الله يكون مين فاهم. انا في عصك تحت جزمتي. تبعدي بالعميان عن اي حاجه تخصني ده لو ليكي كرامه. ثم انت خدت المدام منين؟ مش من بيتي؟ هتبقى لعبه كبيره قوي يا مجدي بيه. تصفيه حسابات يعني، وانا لو اتكلمت البلد تولع. تسعى دائما الى الادوار الهامه والممتعه، وكانت مبدعه السنه دي في بعد البدايه الفنانه كره جائزه التميز. بتعرف تختار الأدوار اللي تناسب شخصيتها، وبتعرف تحافظ على أدائها وتحافظ على نجوميتها سنة ورا سنة. كان سجن النساء السنة اللي فاتت من أجمل الأعمال وحصدت الجوائز هي ونيلي كريم وروبي، والسنة دي في بعد البداية كان العمل الحصان الرابح اللي لفت نظر الجمهور والنقاد وحصد الجائزة النهاردة العمل المتكامل، وهي خدت جائزة التميز عن دور فعلا كان متميز جدا قدمته مع طارق لطفي ومجموعة فنون مصر درة. بقولك ألف مبروك النهاردة، ويمكن العمل كله كان لازم ياخد العمل المتكامل. فعلا هو العمل الحمد لله ربنا وفقنا فيه، عمل مهم. يعني انا شايفه انه كان مغامره كلنا خدناها، وفعلا كانت مفاجاه رمضان العمل ده. يعني في اعمال انت بتتوقعي نجاحها، بتتوقعي، احنا طبعا كنا متوقعين بس خايفين، يعني واخدين برضو ريسك. العمل مختلف طبيعته، المجموعه اللي فيه طارق، يعني كنا عايزين نعمل حاجه كويسه جدا، وده كان باين، وده يمكن هو سبب النجاح. والحمد لله كان فعلا العمل فاجئ ناس كتير، جودته على المستوى الصوره، الاخراج، التمثيل، القصه، الانتاج، يعني كل المستويات هي اللي خلت العمل يظهر بالشكل ده وينجح الحمد لله. لما تحسي انك شاركتي في الحصان الرابح السنه اللي فاتت سجن النساء، والحصان الرابح السنه دي في بعد البدايه، بيبقى احساسك ايه بالاعمال ديت؟ بيخليكي مصره على الاعمال الجماعيه، ولا برضه بيبقى حته انانيه الفنان انه عايز يعمل عمل باسمه لوحده موجوده؟ والله انا الحمد لله بحاول اختار، اهم حاجه بالنسبه لي ان انا اكون في عمل جيد، ده مهم بالنسبه لي جدا، وعمل ناجح. بس طبعا انت بتفكري في نفسك انه انا بقدم ايه جوه ده، حتى لو بطوله جماعيه بس قائمه على ابطال، على ادوار، يعني انا بطله ودوري مؤثر ومهمه جدا، ده اوكي. لو في بطوله فرديه انا شايفه ان هي خطوه كده كده لازم اعملها، وهعملها ان شاء الله في الوقت المناسب. المهم ان هي تكون بالشكل المناسب في عمل كويس، لانه لو العمل ما نجحش ده مش هيفيدني، بالعكس. يعني ان انا اكون في عمل ناجح مع بطل او مع مجموعه ابطال احسن لي من ان انا اكون في عمل نص نص. بس لو في عمل كويس ويكون مناسب ان انا اكون البطله المطلقه فيه، يعني اكيد اتمنى ده جدا. يعني دي خطوه عايزه اعملها اكيد بعد النجاح دوت، وبعد العمل مع كل الاستفتاءات واخد فيه الجوائز والاعلام كتب والاحتفالات على كل القنوات، بيخلي مهمه الاختيار اللي بعد كده بتبقى صعبه بقى. طبعا هو كل سنه مهمه الاختيار دي من اصعب الحاجات، خصوصا انت ساعات بيبقى عندك عملين وثلاثه، يمكن بتبقى عندك حته ان انت مش قادره ترفضي دور. بيجي لك مثلا ثلاث ادوار حلوين، وكان عندك عمل في تونس كمان، فبتبقي
عايزه تبقي يعني مركزه في عمل واحد وشخصيه واحده حلوه وبتديها طاقتك كلها. والله انا اتمنى وافضل ان انا اعمل عمل واحد في رمضان واكون مركزه فيه، وممكن جنبه يبقى فيلم سينما او حاجه زي كده، لكن ما يبقاش كذا عمل لرمضان. هو ساعات انت زي ما انت بتقولي بالظبط، يعني هي الاختيارات، بيجي اعمال كتير وفي حاجات انت مش قادره تسيبيها، مش قادره ترفضيها، حاسه ان الدور ده هيضيف لك، حاسه ان العمل ده ممكن ينجح، هيعليكي خطوه بالظبط كده، فبتضطري. وساعات بالعكس والله في حاجات يعني بعتذر عنها وبندم، يعني بلاقيها طلعت حلوه بس نجحت مع حد تاني، وهو بيبقى نصيب يعني. طبعاً. كل واحد بياخد نصيبه، بس ده رزق طبعا. بس يعني بتبقى فيه كده بقعد اختار وافكر وحتى استشير الناس اللي حواليا وكده، وفي الاخر انا نفسي السنه دي اعمل عمل واحد ويكون كويس وراضي عنه واقدم فيه حاجه مختلفه. ما اعرفش لسه هعمل ايه يعني، بس هي عملين دي بتبقى صعبه، لسه ما خدتش قرار. احتفلي واسعدي بعد البدايه بالنجاح، طبعا الفترة اللي جاية هي فترة الاستفتاءات لان بنقفل السنة، فبيبقى استفتاء الجمهور. واعتقد كل حفلة هيكون ليكي نصيب وجايزة فيها. بقولك الف مبروك ومن نجاح لنجاح يا دكتور. ميرسي، شكرا. ميرسي، شكرا. اقسم بالله العظيم يا عمر يا نصر، لو كان الاستاذ جبر عرض عليك انت المنصب ده وقالك عايزك تبقى مدير تحرير، كنت انت اللي رفضت بنفسك وقلت له معلش سوري انا مشغول، بس انت عايز بس تحس انك عظيم وانك اعلى بكتير من البني ادمين الغلابه اللي زينا. انت مش قادر تصدق ان واحده ست ممكن بمجهودها وكفاءتها توصل انها تتفوق عليك في حاجه حتى لو كنت انت مش عايزها. الحصان الرابح هذا العام اعتمد بالفعل على عناصر متميزه على كل المستويات. الناس اعتبرته تجربة جديدة ومختلفة في الدراما المصرية، استحق جائزة العمل المتكامل فنون مصر ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، والعمل المتكامل بعد البداية فليتفضلوا نجوم العمل. عجبني فيها انها مسيطرة على جايزة احسن ممثلة على مدار 4 سنين. كنا كلنا بنقول سنة وهتعدي وخلاص، السنة اللي بعدها
نقول يلا اهو النجاح بيجيب نجاح، السنه اللي بعدها لا يا جماعه الموضوع السنه دي كان الكل بيقول انها لا مش بتاعتها وهتروح لحد تاني، لكن واضح ان عبقريتها وفنها الكبير والسلاسة اللي بتمثل بيها وقلبها الطيب وإنسانيتها على المستوى الشخصي هما اللي مخليينها أحسن ممثلة على مستوى العالم العربي وفي كل الاستفتاءات الجماهيرية والنقاد. وكمان سمعت ان في جايزة كبيرة هتحصل عليها في مهرجان القاهرة، جايزة فاتن حمامة اللي اتنبأت ليها بكل النجاح ده كله. نيلي كريم صديقتي الغالية وحبيبتي وممثلتي المفضلة، حبيبتي ميرسي على التقديمة الجميلة دي بجد، مسيطرة انت على الكرسي ده، كل سنة انا اقول الكرسي ده هيتغير الاقي نيلي، السنة دي هيتغير الاقي نيلي. والله بس هي صدف يعني. لا مش صدف ده، يعني يمكن عشق للفن، حب للنجاح، واللي بيدوق حلاوه النجاح ما يقدرش يبعد عنه. يا نيلي هو فعلا كل ما بتنجحي بتبقي عايزه تنجحي السنه الجايه وتكوني عايزه تعملي شغل احلى واحسن واعمق، وهو دي صوت النجاح دايما. دفعت الضرايب لسه؟ مش ضرايب الفلوس، ضرايب النجاح. دفعت ايه اولا؟ الحقد وان في ناس بتنفسن ان انت مستحوذه على الشاشه وان مسلسلك دايما واخد، وان يعني عديتي ناس كانوا قبلك، كل الحاجات دي اكيد بتدفعي ضرايبها بقى يعني من حياتك من بيتك من ولادك. يعني بصي بصراحه انا الحاجات دي بامانه مش بركز فيها، انا كل اللي بركز فيه ان انا اعمل عمل كويس، اشتغل مع ناس اكون مرتاحه لهم وانا بشتغل معاهم وهم يكونوا مرتاحين معايا، دي من الحاجات المهمه بالنسبه لي. لكن ايه اللي بيحصل بقى بعد كده في الكواليس ايه، بصراحه بجد ما بحبش اتدخل فيها، لان في الاخر التوفيق ده مجهود، وطبعا توفيق من عند ربنا اكيد. يعني كنت متخيله انك السنه دي كمان تاخدي احسن ممثله في كل الاستفتاءات؟ بصراحه انا كنت خايفه من تحت السيطره كعمل ككل، يعني مش كنت قلقانه ان السبجكت نفسه، هل عالم الادمان ده هيعجب الجمهور، الناس هتحبه لا، دي الحاجات اللي انا كنت قلقانه منها. امتى نيلي هتسيطر بقى؟ يعني انت بتسيبي نفسك كنت الكامله، بتسيبي نفسك لشركه الانتاج لجمال العدل، لكن النجوم بقى لما بيتربعوا على عرش النجوميه بيبتدوا بقى يسيطروا، لا تعالى بقى اكتب لي انت، لا هات لي الفنان ده، هات لي المخرج ده، يعني انت اللي بتنقي وتتشرطي، يعني يومينك انك تتشرطي. بصراحه بصي مش مقتنعه بالموضوع ده لسبب، في كاتب هو بيكتب اللي هو حاسه اللي هو بيبقى عايز يعمله، المخرج لازم تديله الحريه في اختياره للناس، في اختيار اخراجه يكون عامل ازاي، المنتج هو يعني بيعمل التوليفه كلها على بعض، يعرف يجيب انهي مخرج يشتغل مع الكاتب ده ومع انهي ممثل ده، فانا بحب كل واحد ياخد حقه. فانا حقي في التمثيل، فانا مرتاحه كده، وانا شايفه ان ده الشغل المظبوط، انك انت تشتغلي باسس متظبطه، غير لما انا اجي انا اللي اجيب ده وانا اللي اجيب ده وانا اللي اقول، في الاخر هتلاقي في حاجه غلط، لان صعب انت لوحدك تسيطر على كل حاجه. ده سر نجاحك السنين اللي بعد، يعني الناس بتقع في فخ الغرور والسيطره والكده، فبيجوا بعد كده لما بيتحكموا في كل حاجه بتفلت من ايدهم، ما بيفضلوش محافظين. بصي ساعات يعني علشان كده انا يهمني جدا ان المخرج اللي انا اشتغل معاه او اللي هو حابب يشتغل معايا يكون مخرج مسيطر. يعني انا بحب المخرج الديكتاتور، بحبه يعني كامله مثلا. بصي يعني ما اقدرش اقول ان هي ديكتاتوره، بس هي عارفه دي ديكتاتوره الديكتاتورات. بس هي بتبقى عارفه هي عايزه ايه، بتبقى واثقه، فانا بحب الثقه دي، بحب اشتغل مع ناس واثقه من نفسها. مريم نعوم نفس الحاجه، هي لما بتكتب عندها ثقة في حاجات معينة، ممكن تسمع رأيي في حاجة مش عارف ايه، فاهمة حاجات تفاصيل، لكن بيبقى عندها ثقة.
فأنا بحب أشتغل مع الناس القوية يعني. وعشان كده اخترتي هاني خليفة السنة دي تكون؟ لا السنة دي أنا هشتغل مع شوقي المجري. شوقي المجري أو ده قدمني بشكل جميل جدا. بس كان في خبر إن أنت مع هاني خليفة. هو كان يمكن من البداية كان في حاجة كده في الأول يمكن من شهرين اتغيرت الحاجات اتغيرت شوية. أستاذ جمال كان بيدور على موضوع مختلف برضو دخلت في دراما أكتر. بس انت عملتي معاه مسلسل روعة. عملت معاه مسلسل روعة اسمه هدوء نسبي كان عن حرب ده كان العراق. بداية النجاح ليكي. كان المسلسل ده كانت سنة كان قبل ذات اعتقد 2000 و... قبل ذات على طول يعني هو ده العمل 2009 ما اعتقد. اشتغلت مع شوقي وشوقي من المخرجين الحقيقيين بحب شغلهم جدا جدا يعني. جدا يعني يعني حجز الكرسي يعني ان شاء الله السنه الجايه احسن لا ممثله برده ان شاء الله. لا خالص لا انا كل عمل بدخل الكرسي ببقى خايفه وقلقانه وتلاقيني مرعوبه ومش عارفه اعمل ايه حقيقي يعني. ما اشتقتيش لجائزه احسن ممثله سينما؟ لسه واخداها في مهرجان القاهره. انت خدتيها فعلا في فيلم الفيل الازرق. الفيل الازرق من 4 ايام ولكن أربع. عندك فيلمين دلوقتي. عندي فيلمين يعني السنه الجايه برضو هيبقى عندك فيلم يوم للستات وفيلم اشتباك لسه بصوره مع محمد دياب دلوقتي. محمد دياب عملتي معاه 6 7 8 عملت معاه 6 7 8 خدت فيه جوائز. اخدت فيه جوائز وكان فيلم رائع. وفيلم يوم للستات للجميله كاملة بذكري وخدت جوائز مع 1-0 كتير يعني. بقى لنا 3 سنين تقريبا بنصور في الفيلم ده. فيلم يعني بالنسبة لي من أهم الأفلام اللي أنا عملتها واشتغلت فيها. مستنية طبعا الفيلم لما يخلص إن شاء الله يروح مهرجان إن شاء الله. بتمنى لك كل النجاح وكل الحب ودايما أحسن ممثلة ومسيطرة على الدراما العربية كلها. وإن شاء الله هكون معاكي بقى كتير الفترة اللي جاية. دايما معاكي. يعني دايماً. عندك أكتر من مهرجان أنا عارفة الاستفتاءات. بس عايزة أعرف إيه موضوع جائزة فاتن حمامة دي في مهرجان القاهرة؟ بس أنا فوجئت زيك بالظبط لسه معرفة يعني القصة. بس اعتقد ان يعني قرر المهرجان يعمل جايزه هي جايزه تشجيعيه. وانا طبعا بصي مش قادره اقول لك سعادتي ان انا طبعا اول واحده هاخدها. هي اللي رشحتك وهي ان مدام فاتن يعني سيبك من مستوى الفني الإنساني. يعني على مستوى الانساني انا كنت بعشقها. هي الام الروحيه بحبها جدا 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 و كنت اتمنى اخدها وهي عايشه. أتمنى. اكيد اهديها لروحها. وانا بقول بعد الجائزه دي تعتزلي لان دي جائزه كبيره قوي ومهمه قوي. ويمكن مهرجان القاهره وشه حلو عليكي خدتي فيها احسن ممثله في انت عمري. وجائزه فاتن حمامه مش هعرف اكلمك يا نيلي بعد كده. تغري كده بقى يا نيلي كده وفيشي ريشك يعني بدل ما انت قاعده كده بقيتي ربع كيلو. وبعدين انت عارفاني ما عمري ما اتغير. بقول لك الف مبروك ومن نجاح لنجاح دايما. ميرسي. تعبت من الجري. أنا لما كنت عايشة في دبي كنت فاكرة إن الصفحة السودة دي عمرها ما هتتفتح تاني. بس بعد ما رجعت مصر حسيت الصفحات عمالة تتفتح واحدة ورا التانية. ألو مريم أنا طارق. يعني أنت مستعدة تخسرني عشان واحدة ظهرت في حياتك فجأة وممكن تختفي فجأة؟ لما رجعت لوحدي ما عرفت نسيني. مش قادر أعيش معاك يا مريم. إيه اللي حصل عشان تقولي الكلام ده؟ مش عارفة. رجعتي للزفت ده ليه؟ مش عارفة مش عارفة مش عارفة طبعا بشكر كل الناس اللي ساعدوني ان انا اخد الجائزه. بس انا اخيرا هم رشحوني علشان اعمل اخر حاجه في الحفله النهارده. فالحقيقه اخر جائزه رايحه للاعلاميه لسه اللي جايه احلى بوسي شلبي. أنا بهدي الجايزة دي هم الدهاني عشان حلقة خاصة جدا عملتها عن الفنان العظيم نور الشريف. أنا بهدي الجايزة دي لروحه ولأسرته اللي ساعدوني إن أنا أقدم حلقة عجبت الجمهور جدا. الفنانة بوسي ومي وسارة والمخرج المبدع محمد ياسين. بشكركم. ودلوقتي صورة جماعية للنجوم. تفضلوا معانا على المسرح كل النجوم كل المبدعين كل الإعلاميين كل واحد أخذ جايزة. وتحية لكل البلاد العربية اللي شاركتنا النهاردة. تحية للبنان والكويت والمغرب. تحية لكل البلاد العربية.
مبروك الدورة الستة لمهرجان القنوات الفضائية، مبروك نجاح ورا نجاح، 6 سنوات من النجاح، مهرجان مشرف لاسم مصر، مهرجان فيه نظام، فيه إقبال كبير جدا من الإعلام ومن الفنانين ومن الوطن العربي كله، حفل مميز ومشرف وراء شاب إعلامي بيقدم كل ما عنده من طاقة لخروج دورات القنوات الفضائية على أعلى مستوى، 6 سنين من النجاح. رئيس المهرجان الإعلامي أحمد علي، وبقول لك ألف مبروك، المجهود الكبير اللي بتعمله طول السنة بيبان في يوم آخر السنة. الحمد لله رب العالمين. طبعا احنا عملنا مجهود كبير جدا، والمجهود ده مش مجهود شخصي، العكس ده فريق عمل متكامل. كلنا تعبنا وسهرنا، بقالنا تقريبا 5 أيام ما بننامش، والحمد لله رب العالمين طلعنا بحاجة مشرفة لمصر. واحنا كنا هدفنا ان احنا المهرجان يبقى تحت شعار اعلام وفن في حب مصر، وفعلا حاسس ان احنا حققنا ده، وحاسس ان انا سعيد جدا النهارده. حاسس ان احنا بقينا حاجة كبيرة قوي، بقينا في عندنا حدث مهم كل الدول العربية بقت حابة ان هي تشارك فيه. احنا عندنا السنة دي السعودية والاردن ولبنان، والاول مره بتشارك معنا المغرب والكويت، وعندنا وفود كتيره جات من الدول العربيه. انا حاسس ان انا فخور جدا ان انا عملت حاجه بتفيد بلدي من كذا حاجه، منها السياحه، منها تطوير الاعلام، وانا اتمنى ان انا يبقى ليا دور حتى لو بسيط ان انا ابقى بعمل حاجه مشرفه في حق مصر. وده طبعا الهدف الاساسي اللي احنا كلنا بنحاول نقدمه النهارده في مهرجان القنوات الفضائيه، لان الاعلام مسؤوليه والمهرجانات مسؤوليه اكبر، لان هي الثقافه بتاعتنا، مرآه للثقافه، مرآه للسياحه طبعاً، مرآه للامان طبعاً في مصر. فاعتقد ان ده كله لما بيظهر على القنوات الفضائيه اللي بتذيع المهرجانات دي بتدي انطباع تاني لكل البلاد العربيه طبعاً عن مصر. طبعا بتدي انطباع ان هي بلد مصر، بلد الامن والامان، بتدي انطباع ان احنا رياده في كل حاجه، في مجال الاعلام ومجال السياحه، في كل جميع المجالات. انا كمان عايز بس اتكلم في حته، يعني هي مش هجوم مني، بس انا عايز اقول نفسي لما يتعمل مهرجان في مصر او يتعمل اي حدث في مصر يبقى ليه شكل يليق بمصر. وده اللي يعني انا بقى ناديت بيه اول المهرجان هو النظام والاحترام طبعًا وسمعه طبعًا مصر قبل اي حاجه طبعًا، لان طبعًا مش كل واحد عايز يخطف الشغل بتاعه على حساب سمعه بالزبط مصر بالزبط. لان لما بتطلع الحاجه مهرجله بيقول لك احنا ما بنعرفش ننظم، احنا ما بنعرفش نصنع شيء حلو. النهارده اهو كان تنظيم على اعلى مستوى، الحمد لله الكل عمل شغله، الفنانين مرتاحين والاعلاميين مرتاحين وقعدوا كلهم لاخر لحظه. فبنتظر منك السنه الجايه يكون الاحتفال في دار الاوبرا المصريه ان شاء الله، وفي حضور وزير الإعلام، وزير الثقافة طبعاً، وكل المسؤولين عن رعاية الحكومة المصرية. رعاية الحكومة طبعاً المصرية طبعاً إن شاء الله، ده شرف ليا وأتمنى ده إن شاء الله. وإحنا عملنا تقريباً، أنا بقول إن إحنا ده سي في لينا الست سنين دول، عشان نقول لهم إن إحنا هو موجودين، يلا تعالوا بقى، احنا مش عايزين منكم حاجه غير ان انتوا تدعمونا شرفيا وتبقوا بدعمكم، انتوا ورانا واحنا نكمل المسير ان شاء الله. الف ان شاء الله. الله يبارك فيك، وشكرا على التكريم النهارده، وشكرا ليك انت يا بوسي، دايما عامله كل حاجه جميله، وانت بتضيفي والله لكل حد، مش مجامله. وسعيده ان الجايزه جات لي عن الحلقه الخاصه اللي طبعاً عملتها طبعاً عن الفنان العظيم نور الشريف. شكرا طبعا، الف مبروك. شكراً. الف مبروك، ميرسي جدا. هذا البرنامج برعايه